بالنسبه لهاد السيده البنت هذه الفتاه الصغيره اللي وقع لها هذا الاغتصاب هذا، انا كنظن بان عامين اللي تعطات كل واحد انها غير كافيه، خاص تعطى اقصى عقوبات لهاد الناس باش يتردعوا وانهم ما يبقاوش يعاودوا انهم زعما انهم يعاودوا يعني مجرمين اخرين نفس الفعله، لان الفتره ولا المده العقوبه ديال الحبسيه بانها قليله جدا، وهذه هادشي كيجعل بان للمجرمين الاخرين ولا الناس الاخرين يقدرون يرتكبوا نفس الفعل، ولهذا خاص تكون العقوبه يعني اللي هي كبيره جدا باش تردع المجرمين ولا الناس اللي بغيو يرتكبوا نفس الفعل هذا. اول حاجه بعدا عامين الحبس ماشي حكم، ما حتى شي حاجه، لحقت هي سواء بنت صغيره ولا بنت كبيره عامين قليله في حقهم، وعاد تزيد عليها بنت عندها 11 عام راه طفله وعاد زيدها ولده طفل، يعني فين هي حقوق الطفل وفين ما فهموا. انا بعدا شي شوكي والله. هذا الحكم هذا كيشجع الاغتصاب، لان عامين ماشي دابا غير الاغتصاب، كاين ولد اللي غير مرغوب فيه، واش فهمتيني؟ يعني ومسكينه ما يمكنش تمشي عند الطبيب باش يشيل لها، لان حرام في الاسلام وفي الاخر في القانون، واش فهمتيني ولا؟ دونك البنت ضحيه جوج المرات، هذاك الولد فين غيمشي؟ وهاد البنت فين غيمشي؟ وهاد البنت فين غتمشي؟ عشتي وهذوك عامين يعني ما هذا الحكم هذا غير منصف تماما، حيت ومعروف في المغرب ما كايناش عقوبة الإعدام، كيتحكم بها وما كتطبقش، وبالتالي كيحكموا بمؤبد على الأقل مؤبد 35 سنة، وحكموا على هاد الناس بسنتين، يعني راه هذا منكر. إهانة للقضاء وإهانة للمواطنين وإهانة للطفولة بصفة عامة. طفلة عندها 11 سنة باقي ما وصلتش لسن البلوغ، وشنو المصير ديال هذيك الطفل هذاك الحمل ديالو؟ اللي خصو يدخل هو صاحب الجلالة من الاخر، حيت هو اللي غادي يقدر يدير شي حاجة، وخص جمعية حقوق الطفل حتى هما يدخلوا، لأنه ما يمكنش ما صراحة والله ما عرفتش شنو غادي نقول، ما يمكنش هذا الشيء. عامين راه انكرويابل مي فغي، ما كيتقبلهاش العقل، كيتقبلهاش العقل، تقولها لدري صغير وما غاديش يتقبلها، عاد عساك واحد اللي كبير وبعقلو راه يعني فين هما هادو اللي كانوا كيحكموا على هاد الناس هادو؟ فين هو هاد القانون؟ وشنو بان لهم في هاد الشيء اللي باش غيحكموا عليهم عامين؟ واش ما عندهمش ولادهم، ما عندهمش بناتهم، ما عايشينش معانا في المغرب؟ إهانة القضاء، مع العلم انه القضاء راه كيوصل حتى ل 10 سنين، لان البنت قصيره، واش فهمتيني؟ انت كتشوف فرنسا راه لو فيول الاغتصاب احيانا تيكون اكثر من القتل، يعني هذه جريمه.